السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع لهيب الصيف تورطته بالتأكيد، فمي محلات باكستانيين برا، والرزق بالله سبحانه وتعالى ليس ذو قطاع رزاق، واللي كاتب والله بياخذوه لو من بين على ما قال أنياب ذيب، ما هو بعد من مخابينا. لكن التوعية مطلوب، كل شيء للتبريد في شارع الظهران بالملز، وجدت الحقيقة الأسعار اللي قالوا لي إياها خرافية مقارنة بالتسعير الموجود، ودائما الباكستانيين يلعبون على هالوتر، فأحبيت أني أوعي الناس. التوعية المراد فيها ليس أنك تروح تخانق معهم، لكن يكون عندك وعي. أولا، يوجد بالنسبة للغاز الفريون صيني وأمريكي وهندي، لكن كله جم، واللي موجود الأصلي هانويل هو الأصلي جدا. الهانويل هذا طال عمرك الموجود سعره 350، يغطي 15 مكيف، أصلي 350 ريال. ايش ترى وخلى عندك بالبيت وخلهم يعبون لك كل مرة. طيب نجي إلى الكمبروسر، دائما يقول تعطل الكمبروسر أقل سعر يعطونك إياه 800 ريال، 1000 ريال. عندك سامسونج قالها الأغلى 350، ميديا جيان هام كله 350 250 24 18، هذا هو موجود. البويبينات الموجودة دائما تعطل عندنا بالسبليتات، هذا كم سعره؟ 25 ريال، يغيرون لك ب250. وهذه نوع من البويبينة متقدمة، هي قال لها هذه إيطالية ب75 ريال. يعني ما عمرهم جابوا لنا إلا مثلا هذا الصيني ولا هندي، وهذا يعتبر من الصيني الجيد ترى يعني. وهذا الإيطالي الفاخر مرة، البويبينة اللي ما تغير عليها ضمان سنوات عدة يعني ب70 ريال، والله ما يغيرونها إلا أقل 400 300. فالقطع حقات التكييف تخرب دائما، البويبينة تأكد منها شغالة، الكمبروسر هذا انتبه منه لأنه يصير في تنسيمات دائما، ويضبطوا لك التنسيمات يشتغل الكمبروسر، وسعره ما يتجاوز 350 ريال. أطلق كمبروسر. وهذا التكييف استر، لا تخليه يجيب لك الهندي ولا الصيني، لا تقول والله ما برد، هذا عندك موجود هذا سعره. تعال النحاس، هذا الأمريكي، شوف النحاس هذا، هذا أمريكي سعره المتر كله لف ب 250 ريال، يبيعون لك المتر ب 100 ريال. الصيني لفته ب 80 يا جماعة 5 متر، يبيعونه لك ب 450 ريال أو 250 ريال. في شيء غلط قاعد يصير، لابد أن نتوعى. المروحة كم أسعاره؟ المروحة هذه اللي تجي خلفية الفريون، خلفية السبلت، قيمتها ما تتجاوز 50 إلى 30 ريال، وقاعد تباع لنا ب 250. التوعية مطلوبة والوعي أنت أولى فيه، كل ريال تدفعه هو لبيتك وعيالك.